أهلا بكم يا شباب. إحنا النهاردة هنستكمل كلامنا على Chapter 5 الهيدروليك كنترول فالفز. هناخد الـ Part 3 أو الجزء الثالث، آخر جزء في Chapter إن شاء الله، ونبقى كده أنهينا Chapter 5. مبدئيا قبل ما نبدأ مع بعض هنتذكر سريعا كده إيه اللي إحنا خدناه المحاضرة اللي فاتت. إحنا اتكلمنا على Directional Control Valves الـ DCVs، وقلنا ان الدايركشنال كنترول فالف الفانكشن بتاعتها الاساسيه انها تستارت وتستوب وتتشينج الدايركشن اوف فلويد فلو، والدي سي فيز عامه بتتوصف دايما بنمبر على نمبر. النمبر الاولاني بيبقى عباره عن النمبر اوف بورتس او نمبر اوف كونكتد لاينز او الويز، والرقم الثاني بيبقى النمبر اوف كنترول بوزيشنز. وقلنا ان الدايركشنال كنترول فالفز في منها نوعين اساسيين، في بوبت تايب دي سي فيز، وقلنا ان دي بتكون غالبا ليها وضعين بس وثلاثة او اربعة بورتس بالكتير. دي بتشتغل في الضغوط up to 630 bar والflow rates up to 40 liter per minute. اما الspool type فبتتميز انها ممكن يكون ليها اكتر من بورت، ممكن تبقى 2 3 4 5 6 واحيانا اكتر من بورت، وبتتميز ان فيها variety من الكنترول بوزيشنز كتيره جدا. وخدنا كده وقت فكره سريعه الكنترول بوزيشنز او الاوضاع المختلفه للدايركشنال كنترول فالفز المختلفه ممكن تكون شكلها عامله ازاي، وعرفنا ان الكنترول او التحكم في الدايركشنال كنترول فالفز بيكون حاجه من اربع حاجات اساسيين، اما ميكانيكال كنترول، واخدنا السيمبلز الهيدروليك الخاصه اللي بتوصف الكنترول في حاله الميكانيكال شكلها عامله ازاي، واما يكون السبول بنتحكم فيها هيدروليكالي او نيوماتيكالي او نتحكم فيها بالكتريك سولونايد. واتكلمنا على السولونايدز وعرفنا ان السولونايد الفورسز اللي بتنتج عنها بتكون قليله الى حد ما، فبالتالي اللارج دايركشنال كنترول فالفز ما بنحتاجش في الحاله ديت ليها الى سولونايد. وخدنا الفلو كاركترستكس وعرفنا ان السبول ممكن تكون اما بوزيتيف او اوفرلابنج او نيجاتيف اندرلابنج او زيرو اللي هي الايديال لابنج، وخدنا الكاركترستكس او الخواص بتاعه كل نوع من الانواع ديت وايه المميزات وايه الابلكيشنز بتاعتها. بعد كده قلنا لو كانت البوبت او سوري لو كانت السبول كبيره لارج سبول، فبالتالي وانا نفسي اتحكم فيها الكتريكالي عن طريق سولونايد، فاحنا في الحاله ديت بنستخدم بايلوت ستيج دايركشن كنترول فالف صغير شويه اتحكم في البوزيشنز بتاعته عن طريق الكتريكال سولونايد، اما الصمام ده نفسه هو اللي بيتحكم لي هيدروليكالي في السبول بتاعه المين فالف او الصمام الرئيسي بتاعنا. بعد كده دخلنا في التشيك فالفز وقلنا ان احنا التشيك فالفز في عندنا نوعين اساسيين، في سبرينج لودد دايركت تشيك فالف، ده ان البوبت بتبقى لودد ويز سبرينج وده الكونستراكشن، واما انه تشيك فالف وداوت سبرينج، وقلنا ده شكله بيبقى عامل ازاي وده الهيدروليك سيمبل بتاعه او الرمز الهيدروليكي بتاعه. اتكلمنا بعد كده على البايلوت اوبريتد تشيك فالف، وقلنا ان البايلوت اوبريتد المفروض ان التشيك فالف او الصمام عدم الرجوع ده يسمح بالسريان في اتجاه ولا يسمح بالسريان في الاتجاه الاخر. في الحالة بتاعتنا ديت الصمام ده بيسمح بالسريان من البورت دوت من الأزرق إلى الأحمر، ما بيسمحش بالسريان من البورت ده للبورت ده، أما لو حبيت يسمح بالسريان من البورت ده للبورت دوت فأنا بإنكريز البريشر في الغرفة ديت تأثر على البيستون دي يزق البين ده يزق البوبت دي يفتح المسار، فبالتالي يسمح بالسريان في العكسي في الاتجاه ده إلى الاتجاه ده. واخدنا اكزامبل قلنا للبايلوت اوبريتد تشيك فالف انه بيستخدم في حاله اللوكينج للهيدروليك سلندر. هنيجي بقى هنستكمل كلامنا النهارده شابتر 5، هنتكلم على الفلو كنترول فالفز. مبدئيا ان الفلويد الفلو ريت يا جماعه او الفلويد فلو ريت يمكن التحكم فيه عن طريق اورفيس، زي ما احنا اخذنا في العلاقه اللي بتقول ان الفلو ريت بيساوي الدستشارج كوفيشنت في الثروتلنج اريا في الجذر التربيعي الاثنين على رو دلتا بي.
فبالتالي انت عارف ان حضرتك بيبقى الفلو ريت او معدل السريان ده فانكشن في الديسشارج كوفيشنت، ده بيكون ثابت. اما الاي نوت فالاريا بتاعه الاورفيس ممكن تكون متغيره. الجذر 2 على روضه برضو ثابت. فرق الضغط دلتا بي لو قدرت تحافظ على فرق الضغط ثابت اكروس او حوالين الاورفيس بتاعتنا، فبالتالي اي تغيير في الثروتلنج اريا دي هيتبعه بالتاكيد تغيير في الفلوريد. يعني المعادله ديت لو احنا بصينا فيها الترم السي دي ده كونستانت، جذر 2 على رو ده كونستانت، انا عندي المتغير فيها او اللي يمكن التحكم فيه هو الثروتلنج اريا وفرق الضغط. اذا قدرنا نحافظ على فرق الضغط وثبتناه، خلينا الضغط قبل الاورفيس والضغط بعد الاورفيس، الديفرنس ما بينهم او الدلتا بي ما بينهم ثابته. في الحاله دي المعادله دي كلها اللي ممكن تنعكس بالتغيير على كيو هو الاريا، اذا كنت اقدر اتحكم في الاورفيس دي اني اكبرها او اصغرها. نشوف مع بعض كده. المثال اللي قدامنا ده، ده حضرتك هنا العداد بي 2 هو اللي موجود هنا على اليمين، ادي بي 2 العداد، وده فلو ميتر اف 2، وعندنا فيه هنا هوت ده ثروتل فالف، هو مكتوب هنا ميدل الفالف ده عباره عن، معلش يا دكتور الشير مش ظاهر عندي وقت عند كل الناس ولا انا اسف لحظه واحده، كويس انك اتكلمت، لحظه واحده. واضح كده يا جماعه؟ تمام يا دكتور. تمام. تاني احنا عندنا نوت ديت بامب، البامب دي بتضخ او بتسحب الزيت من تانك وبتضخ السيستم. في عندنا هنا في بريشر جيج اللي هو بي 1 اللي هو موجود نوت على الشمال هنا اهو، ده الرمز بتاعه اهوت، ادي بي 1 ده قاري القرايه هنا اهو. وعندنا هنا ده عباره عن ريليف فالف، وعندنا هنا اهوت ده حاجه اسمها فلو ميتر، الشكل ده او الرمز دوت في الهيدروليك عباره عن فلو ميتر، وده الديفايس بتاعتنا او الشكل بتاعنا، واضح ان القيمه بتاعتنا حتى نوت انها زيرو، بالتالي فما فيش اي فلوريد. اما في الجزء اللي بعد كده اللي حطينا نوت في المخرج او في المسار دوت من البامب، حطينا نوت اورفيس فالف او نيدل فالف، الاثنين بنفس المعنى، ده اورفيس اهو، حطينا بعديه بريشر جيج بي 2 عداد بالشكل اللي قدامنا ده، وحطينا نوت فلو ميتر تاني بيقيس الفلو اللي رايح على التانك. ودوت الديفايس اللي قدامنا دي اسمها هيدروليك موتور. دي حاجه شبه البامب بالظبط، بس بدل ما هي بتكونفيرت، البامب كانت بتكونفيرت الميكانيكال باور لهيدروليك باور، اما الهيدروليك موتور فبيكونفيرت الهيدروليك باور الى ميكانيكال باور. ممكن يبقى في عندنا موتور، يبقى في عندنا هيدروليك سلندر، لو بتتكلم على هيدروليك موتور فالسرعه بتاعته الفلوريت هو اللي بيتحكم فيها، اما لو هيدروليك سلندر فاللينير فيلوستي بتاعتها اللي يتحكم فيها برضه هو الفلو ريت بتاعنا. في الوضع اللي احنا قدامنا ده عندنا ده سرعه الموتور، الموتور بتاعنا بيدور بسرعه 420 ار بي ام، وزي ما حضرتك انت شايف ان اهوت الفلو ريت قاري قيمه معينه للفلو اللي هي 1 جالون بير مينت، اللي هي تعادل تقريبا 10 لتر بير مينت، 20 لتر بير مينت تقريبا، هي 18 وشويه، قول 20 لتر في الدقيقه. يبقى الفلو ريت دلوقتي عندنا حوالي 20 لتر في الدقيقه، فبالتالي الموتور بتاعنا بيدور بالسرعه دي. هنا احنا حاطين قبل الموتور اورفيس، حطينا خانه، ده الشكل بتاعه اهو. طيب تعالى كده معايا، لو احنا بدانا نخنق بالاورفيس بتاعتنا اهو، خد بالك هو كوت مفتوح على الاخر، هبدا كده اخنق واحده واحده. لما نبدا نخنق ايه اللي يحصل عندنا؟ هتلاقي ان الريليف ابتدى يسحب، لان ابتدى يفتح عندنا الضغط بي واحد ابتدى يزيد شويه، والفلو ميتر اللي هنا ده ابتدى يقرا قيم الاف واحد اهو، ابتدى يقرا قيم، والفلو ريت قل، انعكس ان سرعه الار بي ام بتاعت الموتور قلت. وكل ما نقفل كل ما نقصر، لو احنا قفلنا الفالف على الاخر قفلناه على الاخر خالص، فبالتالي مفيش اي فلو هنا والموتور بقى ثابت، الفلو ريت بقى كومبليتلي بيعدي من خلال الريليف ويرجع على التانك. يعني
احنا بدأنا نتحكم في الفلو ريت. الفلو ريت نوت اتحكمنا فيه ازاي؟ عن طريق التغيير في الضغط. الخانق اللي حضرتك عملته، الاورفيس اللي انت خنقتها دي، اللي انت عملتها، خلت لنا الضغط بي واحد اكبر من الضغط بي اتنين، فبالتالي بقى في عندنا نوع دلتا بي اتوجدت اكبر من دلتا بي القديمه، فبالتالي اصغر من دلتا بي القديمه، فبالتالي الفلو ريت ابتدى يقل، اثر على سرعه الموتور، لان السرعه ابتدت تقل بالمنظر ده. يبقى احنا دلوقتي الاورفيس او الفلو ريت بنتحكم فيها عن طريق العلاقه اللي احنا لسه متكلمين عليها حالا، ان الفلو ريت بيساوي الديستشارج كوفيشنت في الاي نود في جذر 2 على رو دلتا بي. انا في الحاله بتاعتنا هنا اهوت، انا الدلتا بي خليتها تتحرك فريلي، ما عملتش كونسترينز عليها، ما اتحكمتش فيها، فبالتالي التغيير اللي انعكس على الاي نوت الاريا اللي هنا دي وعمل التغيير في الضغط، فبالتالي في التبعيه الفلو ريت كله ابتدى يتغير سواء بالزياده او بالنقصان. البرنسبل البسيط ده بتاع الفلو كنترول فالفز يخلينا اللي احنا ممكن نستخدم التكنيك البسيط دوت عشان نتحكم في الفلو. لو انا عندي اورفيس وعندي حاجه اسمها بريشر كومبنسيتور او حساس ضغط بالمنظر ده، يبقى في نوت اورفيس بنقول عليها ميجرنج اورفيس، وفي عندنا حاجه اسمها بريشر كومبنسيتور بالشكل اللي قدامنا ده. طيب الكومباينيشن ده او التجميع اللي احنا عملناها دي بتشتغل ازاي، وايه المردود بتاعها او بتنعكس عليا في ايه الفانكشن او الوظيفه اللي اقدر استغل بيها حاجه بالشكل ده. هيقودنا الموضوع دوت لما يسمى بالسيريز بريشر كومبنسيتد فلو كنترول فالفز. ده الشكل بتاعنا بالظبط. يبقى احنا خدنا الكونسبت دوت او الرسمه دي وهنبدا نترجمها الى صمام فالف. الصمام دوت اسمه سيريز بريشر كومبنسيتد فلو كنترول فالف. واضح من الاسم بتاعه او من الكاتيجوري بتاعه انه بيتحكم في الفلو. يبقى الفانكشن بتاعته اللي احنا عايزين نتحكم في الفلو، لكني بتحكم في الفلو عن طريق معادل للضغط راكب على التوالي سيرز. الكلام ده بيتم ازاي؟ تعالوا كده نفهم الاول ايه السيستم اللي قدامنا ده عباره عن ايه، وبعدين نبدا نفهم السيرز بريشر كومبنسيتد فلو كنترول فالف بيشتغل ازاي. اول حاجه احنا عندنا هنا بمب بتسحب من التانك، بتضخ الزيت بتاعنا الفلويد بتاعنا في قصادنا مسارين، اما انه يمشي ناحيه اليمين علشان يوصل للهيدروليك سلندر، او يمشي ناحيه الشمال عن طريق ريليف فالف. وفي الحاله اللي قدامنا دي الريليف مقفول، احنا قافلين الريليف فالف، فبالتالي الزيت مجبر انه يمشي في المسار ده. يبقى انا دلوقتي الريليف دوت سي انا ظبطه على ضغط عالي وليكن مثلا 200 بار، والسيستم بتاعي ان هو شغال بي اوبريت اكوردنج للويتس ديت، ويتس هي موجوده على السلندر، ولنفرض ان الويتس ديت حجم الوزن بتاعها مع الاريا عندنا مشكله لي ضغط ما يعادل 100 بار. فاحنا عندنا ضغط 100 بار والريليف ده مظبوط على 200، الريليف مش مفتوح. طيب الفلو بتاعنا الفلو ريت ايه المسار بتاعه؟ الفلو ريت هيمشي في الاتجاه ده كده، هيلاقي حضرتك هنا في الاورفيس خانق، وبعدين هيكمل تاني نوت جوه، هيلاقي في نوت حاجه اسمها بريشر كومبنسيتنج اليمنت او بريشر كومبنسيتور، واخد الوضع اللي احنا فيه ده فاتح فتحه هنا بمقدار معين الزيت يبدا يمشي من خلالها علشان يوصل للسلندر بتاعه. خدوا بالكم يا جماعه السيريز بريشر كومبنسيتد فلو كنترول فالف احنا كنا اتكلمنا عليه سريعا المحاضره اللي فاتت، وكانت الكميه كبيره شويه الناس ما فهمتوش، فبالتالي احنا بنعيد شرحه تاني بالتفصيل، واتفقنا ممكن نشرحه تاني المحاضره دي. احنا عايزين بقى تركيز عشان نفهم واحده واحده الصمام ده بيشتغل ازاي وبيعمل ايه بالظبط.
الموضوع بسيط على فكرة، هو محتاج بس يعني ايه 5 دقايق تركيز فقط لك. الفكرة احنا عندنا نوت في اورفيس، الاورفيس ديت فرق الضغط حوالين الاورفيس دي عبارة عن B1 وB2، يبقى احنا في عندنا اورفيس فرق الضغط حواليها B1 وB2. انا عايز الاورفيس ديت B1 والB2 ديت احاول بقدر الامكان اني اخليها ثابته. احنا لو احنا ثبتنا الاورفيس ديت ثبتنا الدلتا بي، فبالتالي الفلو ريت اللي بيعدي من خلال الاورفيس دي حسب العلاقه دي اللي انت عارفها السي دي اي نوت جذر 2 على رو دلتا بي، لو الدلتا بي اللي هي B1 وB2 اصبحت كونستنت والديستشارج كوفيشنت ثابت والاريا بتاع اورفيس دي ما غيرتهاش سبتها ثابته، فبالتالي الفلو ريت اللي بيعدي من خلال الاورفيس دي هيصبح ثابت. طيب علشان اعمل اللعبه دي بعمل ايه؟ بحط ريزيستنس ثانيه على التوالي ان سيريز، بحيث ان السائل يبدا يمر من خلال الاورفيس الاولانيه هيلاقي قدامه صمام جواه سبول بيتحرك لاعلى والاسفل، السبول ده يقدر يتحرك فوق لتحت، ووضعه في الوضع اللي قدامنا ده بيخلق خانه. السبول بقى الصمام ده كده كله على بعضه احنا بنسميه هو ده البريشر كومبنسيتور اللي هو موازن الضغط. ده اللي بيخلي دايما B1 وB2 الفرق ما بينهم B1 وB2 الدلتا بي اللي ما بينهم مقدار ثابت. طيب ازاي البريشر كومبنسيتور بيخلي الفرق ما بين B1 وB2 ده مقدار ثابت؟ خد بالك معايا دلوقتي حضرتك، هنعتبر الزيت بتاعنا او المسار بتاعنا عدى على مقاومتين دلوقتي، 2 اورفيس. المقاومه الاولانيه او الاورفيس الاولانيه دي انا هسميها R1، والمسافه اللي السبول دي بتخلقها وبتعمل لي خانه ريستريكشن الزيت يعدي منها هسميها اورفيس R2، والضغوط هتكون B1 ده اللي قبل الاورفيس الاولانيه، B2 ده اللي بعدها وقبل الاورفيس الثانيه، وB3 ده اللي في الاخر خالص اللي واصل الى السلندر. انا دلوقتي انا حطيت مقاومتين على التوالي او two orifices in series، عشان كده الصمام ده اوله عنوانه اسمه series. فارق الضغط حوالين الاورفيس الاولانيه B1 minus B2، اما فارق الضغط حوالين الاورفيس الثانيه B2 minus B3. يعني معنى كده ان فارق الضغط حوالين المسار الاجمالي مسار السائل كله هيعتبر دلوقتي B1 minus B3، هو فارق الضغط حوالين هذا المسار. طيب ايه اللي يحصل لو اللود بتاع السلندر ده قل؟ ايه اللي يحصل لو اللود الحمل اللي فوق السلندر ده قل؟ ده معناها ان B3 هتقل. طب اللود ده هيقل ازاي؟ اقول لك سلندر شايله لود معين، اللود ده قل ايا كان قيمته، او زي ما قلت لك الملاهي دريم بارك لعبه الصاروخ، في ناس معينه كتيره ركبت بقت فول لودد ليهم وزن كبير، اما لو ركبها 5 6 اشخاص فوزنهم قليل فاللود قل. كون ان اللود قل يعني معنى كده ان B3 دي هتقل. طيب لما B3 تقل يبقى فرق الضغط B1 ماينس B3 هيزيد. تمام؟ اللود قل يبقى الضغط اللي هو B3 ده قل، يبقى B3 ده قل، يبقى الفرق الدلتا بي اللي هي B1 ماينس B3 هتزيد، لان B1 ثابته زي ما هي ما حصلهاش اي حاجه، اما B3 هي اللي قلت بس، فيبقى الدلتا بي هتكبر. طيب كون ان اللود قل وB3 قلت يبقى المقدار دلتا بي زاد، يبقى حسب المعادله دي يبقى المفترض ان الفلو ريت هيزيد. يبقى احنا قدامنا دلوقتي معضله او السيستم اللي بالشكل ده، لما الضغط نوت هيبدا يقل يبقى فرق الضغط هيزيد، كون فرق الضغط زاد ده معناها ان الفلو ريت اللي واصل السلندر ده زاد،
فبالتالي سرعتها تزيد. انا مش عايز كده، انا عايز الفلو ريت بتاعها يفضل ثابت وسرعه الاسطوانه دي تفضل ثابته. طيب بما ان الريزيستنس ار 1 بتاعت الاورفيس الاولانيه والريزيستنس ار 2 بتاعت الاورفيس الثانيه دول كانوا مقاومتين على التوالي، تو ريزيستنس او تو ثروتلز على التوالي، واحنا اخذنا قبل كده الهيدروليك ريزيستنس اللي هي بتساوي دلتا بي على كيو، يعني اقدر اقول ان الفلو ريت بيساوي دلتا بي على الريزيستنس. الريزيستنس في الحاله بتاعتنا هنا هي مجموع المقاومتين دولت بما انهم ان سيريز، فالريزيستنس دي عباره عن ار1 بلس ار2. اوكي دلتا بي دلوقتي يا جماعه اتفقنا ايه اللي حصل لها؟ زادت. زادت ليه؟ بي 3 قلت فدلتا بي كبرت. طيب علشان احافظ على الفلو ريت يفضل ثابت، انا عايز الفلو ريت يفضل ثابت، يبقى بالتالي انا محتاج ان قيمه المقاومه دي اكبرها. احنا بنتكلم رياضه بقى دلوقتي. يبقى احنا خلاص قلنا في البدايه الفلو ريت هنا هو هيزيد. هيزيد ليه؟ لان فرق الضغط بي 1 ماينس بي 3 زاد، دلتا بي دي زادت. طب هي زادت ليه اصلا؟ لان اللود قل فبي 3 قلت ففرق الضغط زاد، فبالتالي الفلو ريت هيزيد. طيب ما انا عارف ان الفلو ريت بيساوي الدلتا بي على الار، طب اذا كانت الدلتا بي زادت وقدرت انا ازود الار بنفس النسبه، بنفس النسبه اللي الدلتا بي دي هتزيدها، يعني لو الدلتا بي دي زادت 20% نزود الار دي كمان 20%، فبالتالي احصل على فلو ريت ثابت لا يتغير. طيب الريزيستنس اتفقنا ان هي مجموع الريزيستنس اللي هي ار 1 زائد ار 2. انت عندك ار 1 دي ثابته، الاورفيس دي ثابته ما بتتغيرش، يبقى كل اللي انت محتاجه حضرتك ان الار 2 تكبر القيمه بتاعتها. لو انا زودت ار 2 فيبقى مجموع R1 plus R2 زاد، يبقى عندك هنا المقام زاد فالفلوريت يفضل ثابت. الكلام دوت علشان ناخده تعالوا ناخد examples بالأرقام. أنا هفرض إن الضغط قبل النقطة A وليكن 100 بار، والضغط عند النقطة اللي بعد الأورفيس P2 90 بار، الضغط عند السلندر 80 بار. قبل ما اللود ما يقل، اعتبر اللود بتاعنا زي ما هو هوت، الوزنين اللي محطوطين دولت ليه قيمه معينه. فارق الضغط حوالين الاورفيس الاولانيه اللي هو بي 1 ماينس بي 2 هيبقى في حدود ال 10 بار. خد بالك ان فارق الضغط ده عامل لي حاله اتزان، عامل لي ايكوليبريم. في حاله الايكوليبريم دي البي 1 بيأثر على السبول في الاريا بتاعتها من فوق بالمنظر ده، و البي 2 بتأثر على السبول من تحت بلس السبرينج فورس اللي جاية دي، فبالتالي فاتحين قيمة محددة أو مسافة محددة للأورفيس 2 اللي الزيت بيعدي منها. احنا كده في حالة الإيكوليبريم. أما إذا اللود قل، لو اللود ده قل شلنا هو اللود عندنا، فبالتالي فارق الضغط بين بي 1 وبي 2 هيبدا يزيد. طبعا اذا كان بي 1 ده ثابت ما اتغيرش، طبعا قلت لك ده ثابت ليه؟ احنا ظابطين الريليف ده على 200 بار، الضغط هنا ما زال 100 بس، فبالتالي هو ما وصلش ال 200، فالضغط ثابت لسه، الريليف ما فتحش، فالبي 1 ما زالت ثابته، يبقى بالتالي بي 2 هتبدا تقل. طيب بي 2 نوت لما تقل يبقى القوه اللي بتاثر على الاسبول هنا من تحت قلت، والفورس نوت زادت او ما زادتش، هي ثابته، فبالتالي الاسبول دي تبدا تتحرك لتحت. لما تبدا تتحرك لتحت، يعني تعالى كده ارجع تاني، اللود قل، فاللود لما يقل احنا اتفقنا ان الاسبول المفروض انها تتحرك لفوق، تفتح المسار زيادة عشان الفلوريت يوصل زيادة والسرعة تزيد. إنما اللي هيحصل إن البي واحد ثابتة، البي اتنين هي اللي قلت، فالسبول تبدأ تتحرك لتحت. كون إن السبول تتحرك لتحت فتخنق المسافة أو الأورفيس اتنين دي أكتر. لما زودت الأورفيس
او الخانق اللي هو دوت ار 2، فانا كبرت المقام ده، فبالتالي الزياده اللي في الضغط واكبها او صاحبها زياده في المقاومه، فاصبح الفلو ريت ثابت لم يتاثر تماما. والعكس بالعكس بالظبط، لو اللود عندي هنا هو زاد، كون اللود هنا هيزيد معنى كده ان الضغط هنا المفروض هيزيد. لما الضغط هنا يزيد يبقى الدلتا بي، يبقى بي 3 دي كبرت، ويبقى الفرق بي 1 عن بي 3 المفروض انه يقل. علشان نقلل الضغط ده لازم يصاحبه تقليل في الريزيستنس. طب بما ان ار 1 ثابته يبقى ار 2 محتاج اقللها شويه، اقللها شويه عن طريق ان البريشر كومبنسيتور ده بيبدا يتحرك لفوق شويه، فيسمح لي بزيد زياده يعدي، فبالتالي الفلو ريت يظل ثابت لا يتغير، وهو ده اللي بنقول عليه السيريز بريشر كومبنسيتد فلو كنترول فالف. الرموز بتاعته ده رمز لي، ده ديتيلد سيمبل دروينج، يعني ده رمز بيترسم بالتفصيل شويه، وفي رمز تاني مختصر بيتعمل سنجل بلوك كده، وفي اورفيس وفي نوت ريستريكشن. وطبعا زي ما انت شايف ادي الاي والبي البدايه والنهايه، لان كل دوت الاورفيس مع الكومبنسيتور كل ده بيبقى عباره عن سنجل بلوك او ديفايس، حاجه واحده بس، ما بينفعش تبقى فيها كذا ديفايس او كذا. طب دكتور، نعم لو سمحت، هو معلش السيمبل بتاعها تاني. تمام، الحته اللي هي الكونكشن اللي في النص ده بيرمز ليه؟ معلش، ده ايوه ده بيرمز الى الاورفيس دي، الاورفيس مع الكومبنسيتنج اليمنت الاثنين مع بعض. تمام بس مينلي احنا بنعتبر ان دي ترمز الى الاورفيس. تمام، ده ريستريكشن، يعني هي العلامه اللي هي الشرطه وفيها كوره من تحت دي معناها في ريستريكشن للسائل هنا. طيب نيجي بقى للاليمنت اللي بعد كده، وهو البارالل بريشر كومبنسيتد فلو كنترول فالف. البارالل بريشر كومبنسيتد فلو كنترول فالف شبه السيريز، يمكن الانيميشن دوت كمان يشرح لنا الموضوع بشكل ادق. زي ما انت حضرتك شايف ان احنا عندنا مش هيدروليك سلندر، دي هيدروليك موتور، قلت لك هي نفس الفكره، وفي ويتس محطوط على الهيدروليك موتور دوت، في تورك معين بيبذله، فبالتالي سرعه الموتور عندنا زي ما انت شايف 500 ار بي ام، 500 ار بي ام. لو احنا جينا نزود اللود بتاعنا، زودنا اللود ان اهوت كده اهوت، ايه اللي حصل؟ زي ما انت شايف اهوت الاورفيسز ابتدت السبول دي اتحركت شويه، فخنقت اكتر مسار، سمحت بالزيت يبدا يعدي بكميه اكبر. تلاحظ ان الفلو ريت ان هو ما زالت قيمته تقريبا نفس القيمه، الضغط هنا زاد. تعالى كده نرجع، الضغط هنا كان 1000 بي اس اي، انا وقت لما جيت زودت اللود بتاعي بقى 1200، الحمل زاد لكن السرعه ما زالت تقريبا هي ال 500 ده 496 496 من 500، يعني اولموست ذا سيم، تقريبا نفس الحجم. لو احنا زودنا كمان الويت بقى عندنا اهوت ادي البريشر وصل ل 1400 كمان، السرعه ما زالت 492، يعني تقريبا الفلو ريت ما زال ثابت. والعكس بالعكس، لو قللت اللود بتاعي قللته اهوت قللت واحد بس، السرعه تقريبا 504، يبقى بص من 504 الى 492 اولموست ذا سيم، تقريبا نفس القيمه ثابته. الايرور كام؟ الايرور تقريبا 2% او 1% حاجه كده يعني. فالايرور حاجه ضعيفه جدا، صغيره جدا، تقريبا ذا سيم. ده اللي بنقول عليه السيريز بريشر كومبنسيتد فلو كنترول بار، ده البارلل بقى بريشر كومبنسيتد فلو كنترول بار. تمام؟ ندخل بقى على الجزء الثاني في الفلو كنترول فالفز، الا وهو الفلو ديفايدرز. الفلو ديفايدرز دي فكرتها ببساطة يا جماعة، اللي أنا عايز أبدأ أقسم الفلو بشكل متساوي أو بنسب معينة ثابتة. بنعمل الكلام دوت عن طريق المثال اللي قدامنا ده كده. الرمز ده أول مرة نشوفه، ده رمز الهيدروليك موتور.
انا عندي نوع 3 هيدروليك موتورز، ثلاث مواتير. الثلاث مواتير دولت انا موصل الشافتس بتاعتهم ببعض، فبالتالي سرعه دورانهم ثابته، سرعه دورانهم ثابته، مفيش موتور هيقدر يدور بسرعه اسرع من الموتور الثاني. الفلوريت اللي خارج من الموتور ده هيساوي في جي في ان، احنا عارفين الكلام ده، احنا خدنا قبل كده في الهيدروليك بامب وقلت لك البامب زي الموتور بالظبط. فيبقى الكيو اللي خارجه من هنا عباره عن الفي جي 1 في الان، الفلوريت اللي خارج من الموتور ده عباره عن في جي 2 في ان، الفلوريت اللي خارج من الموتور الثالث عباره عن في جي 3 مضروبه في ان. بما ان الريشيوز بتاعت Q1 الى Q2 الى Q3 هتساوي الريشيوز ما بين VG1 في N الى VG2 في N الى VG3 في N، والثلاث مواتير كونكتد على نفس الشافت فالسرعة ثابتة، يبقى بالتالي نسبة الفلو ريت بتاع 1 الى 2 الى 3 تساوي النسبة ما بين VG1 الى VG2 الى VG3. يعني حضرتك باختصار إذا كنت هتدخل للهيدروليك موتورز ده فلو ريت وليكن 60 لتر بير مينت، وجبنا ثلاث مواتير الفي جي بتاعتهم ثابتة واحدة، فبالتالي ال 60 لتر بير مينت هتتقسم على الثلاثة بالظبط، فده هيبقى 20 لتر في الدقيقة، وده يخرج لنا 20 لتر في الدقيقة، وده يخرج لنا 20 لتر في الدقيقة، وابقى كده انا عملت ما يسمى بالفلو ديفايدنج، اللي انا بدات اقسم الفلو ريتس. مش بس كده، حضرتك تبدا ممكن اخد لو هم كانوا مثلا اثنين هيدروليك موتورز بس كيو 1 وكيو 2، ممكن تقسمهم بالنسبه اللي انت عايزها. لو انت عايز كيو 2 ضعف كيو 1، عايز كيو 2 انا عايزه 40 لتر في الدقيقه، اما كيو 1 عايزه 20 لتر في الدقيقه. هجيب اثنين هيدروليك موتورز اوصلهم مع بعض، وهخلي الفي جي بتاعته هعمل لها سلكشن بحيث انها تبقى ضعف الفي جي دي، فبالتالي الفلو ريت اللي هيخرج من اثنين هيبقى ضعف الفلو ريت اللي خارج من واحد، وهكذا. حضرتك بقى خد اي ريشوز انت عايزها تقسم الفلو ريت زي ما انت عايز بالظبط. من اكتر الابلكيشنز اللي بتستخدم في الفلو ديفايدرز هي البريشر انتنسفاير. البريشر انتنسفاير اللي هو مضخم الضغط، ممكن يكون بيستخدم في اكزامبل مثلا في مكنه الووتر جيت، اللي احنا عايزين البريشر. مكنه الووتر جيت بتدي ضغط 3000 بار 4000 5000 هيوج بريشر. طيب بتجيب الضغط دوت منين؟ بيبقى في عندنا حاجه اسمها بريشر انتنسفاير. بريشر انتنسفاير زي ما انت شايف كده، بيبقوا اثنين هيدروليك موتورز متوصلين مع بعض بنفس الشافت، باخد الخارج من موتور بوصله بالتانك، فبالتالي البريشر اللي خارج بيكون نوع بي 2. انت عارف ان الهيدروليك باور بتساوي البي في كيو، فبالتالي حاصل ضرب البريشر في الفلو ريت الانبوت اللي انا موصلهم جايبهم من البامب بتاعتنا، هيساوي الهيدروليك باور الجنريتد من الفرع ده بلس الهيدروليك باور الجنريتد من الفرع ده. واذا كانت بي 2 واصله بالتانك، فمعنى كده ان بي 2 ايكوالز 0 بتساوي 0، ففي الحاله دي هيبقى عندنا الكيو الفلو ريت، بما انه كان بيساوي الكيو 1 زائد كيو 2 بتساوي الفلو ريت كيو ده، ف حاصل البريشر كيو بي 1 في الفلوريد كيو 1 بلس البريشر بي 2 في الفلوريد 2 كيو 2 هيساوي بي 1 في كيو 1، فبالتالي البريشر بي 1 هيصبح كيو 1 زائد كيو 2 على كيو 1. طبعا ده زائد ده على ده هيبقى مقدار اكبر من الواحد، يعني ممكن يبقى 2 ممكن يبقى 3 ممكن يبقى 4، فبالتالي انا هبقى حصلت على مرة ضعف الضغط أو مرتين أو ثلاثة أو عشرة أو مية، على حسب طبعا نسبة Q1 إلى Q2 هتكون قد إيه بالظبط. ونسبة Q1 إلى Q2 اللي بيحددها هي الجيومتريك فوليوم بتاع كل
بامب او كل هيدروليك موتور من الموتورز اللي احنا بنعمل لها سيلكشن. يبقى الفلو ديفايدرز اكزامبلز عليها او مثال عليها هو البريشر انتنسيفاير. ده نوع تاني عندنا هنا دكتور معلش. نعم ايوه في هو يعني انا مش فاهم الحته دي بالظبط، علشان الانتنسيفاير اساسا بيجمع روحين في روح واحد بس، وهنا الكيو اساسا كيو 1 وكيو 2، واحده رايحه للتانك واحده رايحه للسيستم عادي، فانا مش فاهم الدنيا دي بالظبط. انا استاذنكم بس كده اقطع على الشات، كل واحد يكتب لي اسمه ورقم السكشن بتاعه، ده مبدئيا. ثانيا بص يا سيدي، كلمه بريشر انتنسيفاير احنا بنتكلم على مضخم للضغط، ده بريشر انتنسيفاير، ده ملوش علاقه دلوقتي بالفلوريت، ده بيأثرليش على الفلوريت في حاجه. طيب ده عباره عن ايه؟ انت دلوقتي عندك هنا اهوت، ادي السبلاي بتاعك، ده اللي واصل بالهيدروليك بامب، بريشر وفلوريت، بريشر وفلوريت. الهيدروليك باور دي عباره عن حاصل ضرب البي في كيو. طيب البي في كيو ديت راحت فين؟ في مسارين ليها، في ادي فرع وادي فرع تاني. المفروض ان البي في كيو او الهيدروليك باور في النقطه دي هي هياها الهيدروليك باور في النقطه دي. طب دولت نقطتين، يبقى مجموع الهيدروليك باور في النقطتين دول، يبقى الانبوت هيدروليك باور ده بيساوي مجموع الاوتبوت هيدروليك باور. يبقى المفروض ان البي في كيو بتساوي بي 1 في كيو 1 زائد بي 2 في كيو 2. مفيش اي مشاكل على الكلام ده، احنا متفقين على الكلام ده. طيب تمام حضرتك دلوقتي، هي الفلو ريت اللي هو الكيو مش اتقسم الى كيو 1 وكيو 2 ايا كانت نسبتهم؟ تمام مفيش حاجه ثالثه، هو الفلو ريت كيو بقى كيو 1 وبقى كيو 2. ابدا معايا من هنا كده، يعني الكيو بتساوي كيو 1 بلس كيو 2. طيب دلوقتي حضرتك احنا اتفقنا الانبوت عباره عن بي في كيو، الهيدروليك باور عباره عن بي في كيو، اضرب كده البي في كيو هناوت. طيب ما الكيو عباره عن كيو 1 في كيو 2، فبالتالي ادي الانبوت باور اهوت بي في كيو 1 زائد كيو 2، دي الانبوت هيدروليك باور، هتساوي المفروض بي 1 في كيو 1 زائد بي 2 في كيو 2. طب بما ان بي 2 ده ايكوال 0 يبقى هتساوي كيو 1 في بي 1. من العلاقه بقى دي كده، من العلاقه دي اقسم لي كده على الكيو 1، هيتبقى لك ان كيو 1 زائد كيو 2 على كيو 1، كل المقدار ده لما تضربه في البي يدلنا بي 1. طيب ما انا عارف ان اكيد كيو 1 زائد كيو 2 هيكونوا اكبر من كيو 1، دي ما فيهاش نقاش، فبالتالي الرقم اللي في البسط ده اكبر من الرقم اللي في المقام. طالما قسمت كبير على صغير يبقى الناتج فوق الواحد الصحيح، يعني هو ممكن 1.5 ممكن 2 ممكن 3 ممكن 3.5 ايا كان. فبالتالي حضرتك ده معناه اللي انت هتحصل على ممكن مره ونص من البي او مرتين او ثلاثة او خمسة على حسب الريشيوز ما بين الفلوريتس اللي هي واحد واثنين. طيب ايه الريشيوز ما بين واحد واثنين اصلا بتيجي منين؟ ديت بتيجي ما بين العلاقة بتاعت الجيومتريك فوليوم لكل هيدروليك موتور. فبالتالي لو انت مثلا جبت جيومتريك فوليوم نوت او الموتور ده كان واحد، اعتبره واحد، واحد سي سي، حاجة صغيرة جدا بس اعتبره 10 سي سي، وجبت الهيدروليك موتور ده 90 سي سي، ده 10 وده 9، يبقى انت عندك دلوقتي 10 زائد 90 100 على 10 ب 10، يبقى انا دلوقتي البي 1 بقت اصبحت 10 اضعاف البي. يبقى البي دي لو كانت داخله للسيستم ينوت مثلا 200 بار اصبحت ينوت 2000 بار. هو ده مفهوم البريشر انتنسيفاير. تمام مش مشكله، بس بقى في حاجه ثانيه. هو هنا حضرتك كاتب فوق كيو بي بيساوي كيو بي زي ما حضرتك شرحت لي في الاول، كيو 1 بي 1 كيو 2 كيو 2 بي 2. تمام، لكن تحت لما حضرتك كنت بتتكلم ما هي هياها يا باشمهندس، الكيو بي ديت، الكيو بي دي شيل الكيو، شيل الكيو الاول من هنا حط مكانها كيو 1 زائد كيو 2، مش مشكله في دي، انا بتكلم بقى في الكيو 1 بي 1 انت ما جمعتش عليها الكيو 2 بي 2،
يا باشمهندس ما انا قلت لك البي 2 ده بزيرو. تمام اه صح عشان خارج للتانك. تمام الترم ده طار فاصبحت تمام كي 1 بي 1 بس. ماشي تمام شكرا دكتور. النوع الثاني من الفلو ديفايدرز هو السبول تايب فلو ديفايدر. بدل ما بنحط هيدروليك موتورز اثنين هيدروليك موتورز انا بحط سبول ديفايدر بيبقى بالمنظر ده زي ما انت حضرتك شايف كده. في عندنا ادي هو التو لودز او تو سلندرز شغالين ليهم لود معين. هنا ده واصل اللود اللي واصل هنا. خد بالك الفلو ريت هنا اهوت 5 جالون بير مينيت وهنا نفس الكلام 5 جالون بير مينيت. تلاقي تقريبا ال5 دي 18 ونص لتر في الدقيقه والاولى 20 20 لتر بير مينيت تقريبا يعني. فانت عندك ان هو تقريبا الفلو ريت قد الفلو ريت او مش تقريبا هو اكشلي الاثنين فلو ريت قد بعض بالظبط. طيب ده في حاله ان التو لودز قد بعض الحملين اللي على الاسطوانه نفس المقدار. وزي ما انت شايف في خلال الاوبريشن بص هتلاقي ان هو ان الفلو ديفايدر هنا بيعمل اوسيليشنز قاعد عمال يتغير لان اكوردنج او حسب المسافه بتاعه الفلو ديفايدر ده بيبدا يعمل ريستريكشنز او خانق معين. الخانق ده يبدا ياثر يقلل كميه الفلوريد يبدا الاول ياثر في الضغط فتبدا السبول تتحرك يفتح مسار اللي بيعدي الزيت الكافي الى الفلو ديفايد لكل برانش من برانش بتاعتنا. لو احنا جينا زودنا اللود بتاعنا على سلندر من السلندرز دي زي ما انت شايف الضغط زاد بالمنظر ده لكن زياده الضغط هيبدا يصاحبها ان السبول هيتحرك اكتر شويه الناحيه دي فيعمل ريستريكشن فيعمل موازنه للضغط فبالتالي يفضل محافظ على الفلو ريت ثابت اول ذا تايم طول ما السبول بتاعتنا بتبدا تتحرك. تمام يا شباب ده كده السبول تايب فلو ديفايدر. احنا كده بالنسبه لنا انهينا خلاص شابتر. احنا كده بالنسبه لنا انهينا شابتر 5. حد ليه اي سؤال يا جماعه؟ طب لو سمحت يا دكتور احنا حضرتك قلت قالوا ان هو في المعمل الامتحانات هتكون كل سيكشن في ميعاده. احنا يوم بس ممكن قبل ما نتكلم في الموضوع ده قبل ما نتكلم في الموضوع العملي انا بتكلم بس بخصوص الاول محاضره النهارده الفلو كنترول فالفز. حد ليه الاول اي سؤال في الكلام بتاع اللي احنا قلنا لسه النهارده؟ معلش يا دكتور بس هو الفرق ما بين البامب اصلا والهيدروليك موتور عشان بس دخلوا في بعضهم بالنسبه لي. بص يا باشمهندس احنا لسه لا احنا مش هناخدهم للاسف. هو المفروض ان هم كانوا بلاند اللي احنا ناخدهم في تشابتر 7 اللي هو الاكتويترز. كنا ناخد فيه الاكتويترز اللي هي الهيدروليك سلندرز مع البامبس مع الهيدروليك موتور. انما للاسف الوقت طايت جدا فاحنا مش هناخدهم. بس مبدئيا علشان تبقى عارفهم من دلوقتي او سريعا هو الهيدروليك موتور هو بالظبط نفس الفكره بتاعه البامب. الهيدروليك موتور هو البامب. ثانيه واحده اجيب لك حالا شكله وصورته حتى ممكن من كتالوج نشوفه بنتعامل معاه ازاي. هو الفكره بس ان بتبقى العلاقات مقلوبه. بمعنى ايه مقلوبه؟ يعني انت في البامب كنت بتقول ان البامب دي بتوصفها بكيو وتورك. تقول ان البامب دي بتشتغل بكيو قد ايه وبتشتغل بتورك قد ايه. ثانيه واحده. بص يا سيدي الهيدروليك موتور
اولا كرمز زي ما انا شفته كده هو عباره عن دايره، لكن الدايره بتاعتها السهم بتاعها مقلوب عكس البامب. اهو زي ما انت شايف كده، هو ده بالنسبه لنا عباره عن الهيدروليك موتور. يعني البامب بيبقى دايره والسهم خارج لبره، اما الموتور دايره والسهم داخل لجوه. هتقولي بس ده فيه سهمين، هقول لك لان ده باي دايركشنال، الموتور دوت يقدر يلف يمين وشمال، يعني يقدر تلففه يمين وتقدر تلففه شمال. لو هيدروليك موتور بيلف في اتجاه واحد بس، وده تقريبا استخدامه نادر او مش موجود، فبالتالي بيبقى عليه سهم واحد. انما عليه سهمين فده معناه انه باي دايركشنال، يعني يقدر يلف كلوك وايز وكاونتر كلوك وايز. بس نوت الفكره ان السهم نوت بيبقى معكوس داخل لجوه الدايره مش خارج من الدايره. اللي قصادك ده هيدروليك موتور بس جير تايب، هتلاقي هو بالظبط جير بامب، نفس الكونستراكشن بتاع الجير بامب. ده عباره عن فين موتور بالظبط زي الفين بامب. ده سواش بليت اكسيال بيستون موتور زي السواش بليت اكسيال بيستون بامب. بنت اكسس اكسيال بيستون موتور زي البنت اكسس اكسيال بيستون بامب. يبقى هو تقريبا هو زي البامب بالظبط. الفرق ان هو زي ما قلت لك المعادلات بس اللي معكوسه. بدل ما حضرتك لما تيجي توصف لنوت الموتور، بدل ما تقول في البامب هناك كنت بتقول الفلو ريت بيساوي في جي في ان، هنا بنقول ان الان بتساوي كيو على في. تمام؟ وبدل ما بنقولها في جي هنا بنقولها في ام اللي هي في موتور. هناك كنا بنقول ان التورك بيساوي في جي في دلتا بي على 2 باي، هنا بنقول الدلتا بي هي اللي بتساوي 2 باي على في جي، او مش في جي بقى تبقى في ام في تي. اما الايتا في زيها زي الثاني، هي ثيوريتيكال على الاكشوال، الايتا ميكانيكال كيو ايتا في على في ام، والدلتا بي الفرق في الضغط بقى هتلاقينا عن التيرمز بتاعه الميكانيكال افشنسي والهيدروليك افشنسي ظهروا تحت في المقام زي ما احنا متعودين. فبالتالي المعادلات بس اللي يفرق فيها نوت ان المعادلات معكوسه، بدل ما انت بتوصف البامب كنت بتقول الكيو بتساوي او التورك بيساوي، هنا انا بقول ان الان هي اللي بتساوي والدلتا بي هو اللي بيساوي، لان الهيدروليك موتور فبيخرج حاجتين اساسيتين، بيخرج سرعه دوران وبيخرج فرق ضغط بيشتغل السيستم دي. تمام يا دكتور. طب هو على كده، لا بما ان الهيدروليك موتور بيديني تورك وان، طب ما برضه الموتور بيديني تورك وان، ايه الفرق ولا مفيش فرق خالص؟ الموتور العادي؟ لا طبعا، ما هو الفرق بس ان دوت الموتور العادي دوت انت موصله فردتين كهرباء لو كان الكتريكال موتور، اما ده بيبقى واصل له خرطومين عشان الهيدروليك شغال بالزيت. تمام تمام، شكرا لك. انت سؤالك دوت خلاني كده نرجع كده، محتاجين نرجع لاول محاضره خالص كمان. السؤال الاخير ده لا مش كده يا دكتور، انا اقصد يعني امتى اختار ان انا استخدم مثلا هيدروليك موتور ما استخدمش موتور، ده انا اقصد يعني. ايوه، ما هو سؤالك ده بيقودني اللي احنا بقول لك لازم نرجع لاخر محاضره، هقول لك ليه حالا، ثانيه واحده. بص يا سيدي، احنا خدنا الرسمه دي في اول محاضره خالص. تمام. البيزك هيدروليك اليمنتس صح؟ وجينا هنا قلنا ده هيدروليك سيلندر او هيدروليك موتور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك هنوت انت عندك الاول زيت، البامب بتحول الايه، تحول الميكانيكال باور اللي بتاخدها من الموتور الى هيدروليك باور، تنقل بعد كده الهيدروليك باور وتعمل فيها تحكم عن طريق مجموعه من الصمامات، وتيجي في الاخر تحط هيدروليك سيلندر، تاخد الهيدروليك باور دي تحولها الى ميكانيكال باور، او بدل الهيدروليك سيلندر احط هيدروليك موتور. هيدروليك موتور ده يبقى ليه خرطومين شغال بالزيت، تدخل له خرطوم والخرطوم الثاني راجع على التانك، فالشافت بتاعه يبدا يدور بتورك اوميجا، تبقى الميكانيكال اوتبوت باور بتاعته تورك اوميجا. يبقى امتى استخدم ده؟ لو انت عندك سيستم هيدروليك، عندك سيستم هيدروليك وعايز في الاخر الاوتبوت تبقى باور، الباور دي روتري موشن، هتستخدم هيدروليك موتور. ده شيء منطقي. تمام تمام يا دكتور. شكرا يا دكتور. كده يا شباب احنا انهينا محاضرة النهارده. كده انا اعتبر خلاص ان مفيش اي اسئله في المحاضره دي،